الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى بيوم عيد الفطر المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عيدا على المسلمين بزوال المظالم المتواترة عليهم وبزوال الظالمين، فأكبر عيد هو زوال هذه الفئة الباغية بظهور سيدنا ومولانا بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأن يعيده على المؤمنين على أتم العافية والسعادة والبركة. أيام ثلاثة، هذا ثالث أيام العيد حسب غير المنصوص، ولكن المستفاد من جملة من الروايات أن ثلاثة أيام بعضها صحيحة السند، ثلاثة أيام هي أيام يستفاد من مضمون جملة من الروايات أنها أيام العيد، وهذا ثالث الأيام. بالنسبة إلى يوم العيد، إحدى الأمور المهمة جدا التركيز على بناء الشخصية، باكورة شخصية الإنسان هي ما يتجلى، باكورة يعني الشيء الذي يظهر في البدء، يعني أول ما ينظر الإنسان إلى حقيقته ماذا يجد في نفسه. علماء الاجتماع يحصرون هذا الأمر في ثلاث عناوين واردة في هذه الآية وفي آيات أخرى وفي جملة من الروايات: بواكير الشخصية لدى الإنسان ثلاث: الفرادة، الإنسان موجود فريد، والتطابق، والكرامة. الإنسان من كل جهة فريد. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تفضيل عظيم،
هذا الله رب العالمين فضلهم. هذه سمة الإنسان. الإنسان موجود كرمه الله تبارك وتعالى وفضله على كثير من الخلق، بل على الخلق أجمع، على كل الخلائق. الإنسان هو أشرف المخلوقات. هذه سمة الإنسان، هذا يسمى باكورة شخصية الإنسان. هذه الامتيازات، هذه الفرادة، الإنسان فريد في عقله، يمتاز عن الحيوانات. الإنسان فريد في ضميره، الإنسان ضميره نزاع إلى الخيرات. نعم، هناك بعض الإنسان يتحول إلى مادة، أجلكم الله، أجل الله السامعين، أسفل من الحيوانات. هذا انشقاق عن الإنسانية. الإنسان بشكل عام مكرم من قبل الله تبارك وتعالى. هذا التكريم فيه موضوع مهم جدا، وهو هناك أمران مهمان يجب تحكيمهما في شخصية الإنسان، ولكن بفرق. الأمر الأول القيم والمبادئ والمعايير والملاكات والمقاييس. الثاني المشاعر، الحب، الاحترام، التقدير. تحكيم هذين في شخصية الإنسان هي خلاصة باكورة الإنسان، ولكن الفرق الكبير بين مورد التحكيم في هذين العاملين الأساسيين في باكورة الإنسان. يجب حسب المستفاد من جملة الآيات والروايات أن يتعامل الإنسان مع ذاته بمعايير قيم ومبادئ. هناك الإنسان له ملاكات تحكمه معايير، هذه المعايير يجب تحكيمها في النفس دون الغير أبدا. ولكن في قبال ذلك تحكيم المعايير المشاعرية، الحب، الحنان في التعامل مع الفرد الآخر، هذه المفارقة. أبدا لا تحاسبني بالمعايير أبدا، وإن كنت محكوم أنا للمعايير. الإنسان لم يخلق عبثا، له رسالة، له مسؤولية، ما يجوز أن يشط من مسؤوليته. ولكن كرامة الله تبارك وتعالى لي أن لا تحاسبني، أن لا تؤاخذني مهما كان. هذا حكم عام في التعامل الاجتماعي. أبدا لا تخليني على المحك. نعم، خلي نفسك على المحك، لا تحسب حساب وياي، أنا إنسان. نعم، هناك استثناء لا يمكن أن ينكر في مجال التربية فقط، ومجال التربية محدود من الأب للأولاد، ومجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مجال محدود. في الطابع العام حاسب نفسك، حكم كل المعايير على نفسك، ولكن عندما تتعامل مع غيرك لا تجيب قوانين. طرفك الآخر إنسان مهما كان، يخالف قوانين الإنسانية والمعايير لا تحاسبه. هذه أرفع
درجات القيم الإنسانية. لاحظوا القيم والمبادئ خليها إليك، كل واحد لازم يحاسب نفسه، لازم يدري كم ساعة ينام، إيش قد يأكل، إيش قد يستريح، إيش قد يضحك، كم يتصرف في الحياة. هذه دقيق القضية، ذرة الإنسان إذا فرط في هذه المعايير يوم القيامة حسابه كتاب. وقفوهم إنهم مسؤولون، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، من بعد الآباء لننظر كيف تعملون. حساب دقيق، رأس إبرة يوم القيامة ما يفوت. بس مسألة، أنا مو الله، ما يحق لي أن أحاسب الآخرين، حساب الآخرين مو بيدي، مو باختياري، حتى لو ابني. نعم هناك مسؤولية تربية، هذا باب استثناء بشروط، فيه ظروف خاصة. أنا الآخر إيش قد ينام ما يخصني، إيش قد يأكل ما يخصني، شلون يتصرف، إحنا مو مسؤوليتنا، إحنا حقيقة مو مسؤوليتنا. قلت استثناء موضوع الآخر، موضوع الأمر بالمعروف، هذاك إلى معايير خاصة. بشكل عام عليكم أنفسكم، لا عليكم أنفسكم في شنو؟ في كل شيء ما يخصك. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا ذاك اليوم شنو؟ فينبئكم بما كنتم تعملون. بابا نفر واحد يحاسبني أنا، نفر واحد ينبئني بما كنت أعمل، وهو الله مو غيري. لا يحق لإنسان أن يحكم المعايير في شخص آخر أبدا، لا للمعايير، لا للملاكات، لا للقيم، لا للمبادئ، إلا في النفس. إنسان لازم يوميا يحاسب نفسه. ورد عن جملة من الأئمة، حديث متواتر عن جملة من الأئمة، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. هذا مو منا، لازم الإنسان يحاسب نفسه. إذا 5 دقائق أكثر ينام لازم يحاسب نفسه، لازم يحد من تصرفاته. إلى متى الإنسان يبقى شاط عن الطريق الإلهي؟ لمتى؟ بس هذا الموضوع ما يرتبط بالآخر، هذا مطلب جدا مهم. الملاك الأساسي في التعامل مع الآخرين المحبة. الآخرين مو يعني الظلمة، الحكام الظالمين، الملاعين، لا لا، الإنسان المؤمن. بالنتيجة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في عهده العظيم لمالك الأشتر العظيم صلوات الله على أمير المؤمنين وسلام الله على مالك، عهد رهيب هذا، يقول اعلم أن الناس، اعلم أن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. بعدين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يركز أن ما لك حق تعتدي على حقوقه، هذا نظير لك. إذا أنا إنسان، بالنتيجة كل إنسان يمتلك إيجابيات وبالنتيجة له هفوات. منو أكو؟ منو أكو اللي يقدر يبري نفسه من هذه الهفوات؟ نعم هفوتي مثلا في النوم أنام هواية، ذاك في الأكل ما ينام هواية، هواية يأكل، خلي يأكل، ليش إنسان يحاسب؟ ذاك هواية يضحك، أو تصرفات طفولية عنده مثلا في المعاملات مثلا الاقتصادية. ممكن الإنسان يقول للطرف بمحبة، بحنان، برأفة، بمشاعر، يقول له
هذه مثلا تضرك يمكن، مو تقول له شبيك تخاطبه تزفه ترذله. نعم النصيحة إذا كانت نصيحة من دون مؤاخذة، لاحظوا الفرق لا يضيع عليكم، هناك أكو مؤاخذة محاسبة، كلا أبدا لا تحاسب، هناك أكو نصيحة خاصة إذا ما تكون جارحة، قل للذين آمنوا يقولوا التي هي أحسن، بكل شفافية بكل محبة تكلم ما يخالف، قل هذا تصرفك لا تأكل هواية يضرك، حتى هذا التعبير في نظري مو زين، لا تقول لا تأكل هواية يضرك، قل له يمكن يضرك لأن العافية بيد الله تبارك، يمكن أم يأكل، أنا هواية شايف ناس متان إلى درجة 200 كيلو وزنه فوق 100 سنة عمر، بعضهم علماء كانوا لابد شايفين، ما ندري الآن ماتهم لا كان في سكر ولا ضغط ولا عيونه مثلا عابت ولا هج، قل له يمكن يضرك ما ندري، العافية بيد الله تبارك وتعالى. هاي المعادلات، معادلات العافية، معادلات الصحة، مو معلوم شنو، إذا أنا ما أفرط في صحتي أفرط في شيء ثاني، فهمه. إذا يسوق سيارة مثلا بسرعة، العمر بيد الله، العافية بيد الله، كثير من الناس اللي يفرطون في السياقة أخيرا ما يصير بيهم شيء، يعمرون. نعم قل له هذا شغلة خطيرة، بس مو بقساوة مو بمحاسبة، أنت مو الله، أنا مو الله، الله اللي يحاسب. إذا هم تقول لي شغلة، قل لي شغلة وشغلتين، لا تطلع كل حسابات وكتاباتي، ما له معنى. تريد أنت تحاسبني يوم القيامة صايرة هنا؟ اطلع على قولة العراقيين كل القيات، قل لي من معصوم، وإما نظير لك في الخلق. أخيرا أنا المحاسب، أنا هم. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عبارة رهيبة حقيقة، ألا من نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذلك الأحمق بعينه، ألا ومن نظر في عيوب الناس فأنكرها، لا تنكرها. الإنسان طوبى لمن انشغل بعيب نفسه عن عيوب الناس، طوبى. بالله عليكم منو من عندنا ما عنده هفوة؟ حتى في المجال الديني إذا شفت أنت صلاتك عدلة وذلك الطرف الآخر يصلي صلاة طيارية، كله صلاتك مثلا بتعبير، حتى في المجال الديني طرف مؤمن بالنتيجة مؤمن، هسه عندها فوات يكذب ما أدري يغتاب الآخرين، هذا ما يخصنا إحنا، ما يخصنا إحنا، شنو إحنا ما عندنا هفوات دينية؟ بالله عليكم منو أكو يقدر يتجرأ يقول أنا بريء وما أبرئ نفسي؟ نعم إذا هفوتي مثلا في ذاك الجانب الديني، مثلا في الصلاة ما عندي هفوة، الحمد لله أصليها مثلا بمواظبة، ذاك تشوفه يأخر الصلاة ما أدري ما يهتم كثير، هذا قلت في غير جانب التربية، ها والجانب التربية محدود مو مفتوح 100%، أنت مو الله، ما تقدر تشيل إيدك تهف راجدي كل دقة، ما يجوز، أنت مو الله، حتى ويا ابنك ما يجوز، حاول مرة مرتين خلاص، ما صار. أجى يم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال له ابني أفسد علي حياتي، رواية معروفة كلش معروفة، فما ينضبط أقدر أضربه. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال له إيش قد تريد تضربه؟ قال أضربه 100. فالإمام صرخ بوجهه قال له 100؟ قال شو أسوي إذا ما أسوي وياه هالشكل يفسد حياتي، والله مدمر حياتي. قال له ما يجوز لك. قال شو أسوي؟ قال أضربه ضربة واحدة بس، واحدة يعني، واحدة مو كل يوم واحدة، ها مو معناته كل يوم واحدة، في قضية تريد تربيه صلاته هفه رجلي واحدة بس،
ومو قويها بشكل لا يصير أحمر لا يصير أزرق، هذا بدية الأبو لازم ينطي دية إذا صار أزرق، ديتهم خاصة في الوجه ديته كلش كلش مرتفعة، لازم تطي ذهب إليه، تطي ذهب حتى لو اشتباها، حتى لو غفلة، حتى لو نسيانا، بيديه هذا حتى لو أبو. الإمام قال له والله، الرواية طويلة، قال والله إذا يدري ابني أنه ما أضرب إلا وحدة راح يدمر حياتي. الإمام قال له ثنتين، بعدين صار عصبي الإمام، قال له إذا أنت تعرف حدود الله أنت روح طبق حدود الله، عصبي صار. هو الراوي يقول هاي المعايير حقيقة مو صحيحة استعمالها في التعامل مع الآخر، ماكو معايير، بس معيار واحد، المشاعر، المحبة، الحنان، العطف، بس الله تبارك وتعالى هو اللي يحاسب. يمكن الله اللي أنا أصلي صلاتي بأفضل انضباط ما يقبل مني، والله العظيم مو معلوم القضية شنو، والله من ذاك اللي يصليها مخربطة يقبل. عندك معيار هالشكل تقدر تقول الله مو هالشكل؟ لا يسأل عما يفعل. شوفوا التاريخ، شوفوا القصص، في بحار الأنوار اقرأوا قصة خليع بني إسرائيل، قصة كلش معبرة، جدا معبرة والله. فد واحد رواية يقول روينا شخص فاسق فاجر مستهتر لا يدع لله حرمة إلا انتهكها حتى سمي خليع، خلعوا بني إسرائيل رسما. هذا يوم من الأيام كان يسلك في طريق، صادف أنه اصطحب عابدا من عباد بني إسرائيل، هذول عيارهم جدا راقي، عابد بني إسرائيل عياره عيار الأنبياء الشكل، يسوون معجزة. فشنو فخطر في باله أن بنفسه، قل النفس هذا الخليع حصل خاطر في نفس هذين اثنيناتهم، خطر في بالهم شيء، هم الخليع هم ذاك العابد. الخليع قل لنفسه، في الرواية أكو أن عابد بني إسرائيل كان يمشي على رأسه غمامة، شوف عياره غمامة تظله، ما إلى ظل، ما تسلق الشمس ما تصهره، كان يمشون. الخليع قل لنفسه أنا وين وهذا وين، مسكين، عاب نفسه وقال أن هذه ظروف مو جيدة، أنه أنا أصاحب هذا المسكين هذا الطاهر الطيب وأنا منه. ذاك الخليع ذاك العابد خاطب نفسه قال شنو هذه الصدفة السيئة، الساعة السيئة، البؤس أن أصاحب هذا، بنفسه قال، ما كلم، ما حاسبه أصلا، بنفسه قال، ما قال له شيء، ما طرده أصلا. في الحديث إن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل، روح قل لهم اثنيناتهم استأنفا العمل فإني قد غفرت ما سبق للخليع بهذه النية اللي عاب نفسه، شوفوا استعمال معايير مع النفس، وحبطت عمل العابد كله بهذا التعيير النفسي. ما قال شيء، ما سوى شيء، وهذا بالفعل خليع، خليع من الخلاعة، خلاعة هالشكل، معايير الله مو هالشكل. شنو أنا أتعامل إذا فد واحد شوية لسانه بذيء أقوم أأنبه؟ خلي كله على كل إقرار الرواية بكل عطفها بكل أسلوب، التحكيم تحكيمان، تحكيم معايير، تحكيم قيم ومبادئ، مقاييس، خلي نفسك ما يجوز ذرة منه تتعامل مع الآخرين، معايير لا تتعامل، أنا إنسان لا تخليني في بوتقة قانون، لا تتعامل وياي كقانون، أنا إنسان، أنا الله مكرمني، لا تحاسبني، أنا إنسان، أنا إنسان فريد موجود جدا
فريد. عندي نزعات جدا جميلة، نزعات يعني ميل شديد، عندي نزعات، هذه النزعات تكفي أنه تتعامل وياي بالحسنة، لا تخلي إيدك على نقاط ضعفي أصلا، لا تجيب طاريها، لا تجيب طاريها، ما يخصك أنت، الله اللي يخصه. إذا تشوف في عيب رأسا خلي تصير عبرة لك أن لا يكون هذا العيب موجود فيك، إذا هم ما موجود فيك في نفس المجال يمكن في مجال آخر. إذا تشوفني عجول، إذا تشوفني أكول، إذا تشوفني عصبي، إذا تشوفني مفرط في كذا والكذا، روح شوف أنت مشك رأسا، حاسب نفسك. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، هذه إصرار الأئمة عليهم الصلاة والسلام، إصرار القرآن، لا تحكم أبدا ذرة من المقاييس. فالمسألة أكو علماء النفس من خلال هذه باكورة الإنسان جايين يخلون معايير، أكو معايير الإنسان اللي هو أشرف الخلق تحكم معايير، الإنسان مو موجود هج عبث، هذا خطأ، هذا خطأ، الإنسان ما يدار بقانون، أكو دول تسلق الإنسان. شوفوا أكو فتشي يسموه حرية، أكو فتشي أهم من الحرية. الحرية يعني شنو؟ يعني إيدك مبسوطة، ما تضع قوانين تقيد إيدك، هذه يسموه حرية. أهم من الحرية السماحة، السماحة يعني شنو؟ الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول أعطينا، أعطينا، سامعين؟ علم، علم لدني، العلم لدني، مو أعطينا العلم، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، العلم والحلم والسماحة. سماحة يعني شنو؟ حرية يعني إيدك مبسوطة، القوانين قليلة، ما أخلي عليك قوانين كثيرة، هذا معناته الحرية العظمى. السماحة معناته أنك تدوس على القانون وأنا أطوفها غض الطرف، هذا معنى السماحة، هذه أرقى من الحرية العظمى. في بلاد هاي البلد، هذا البلد الكبير اللي يتبجح بالحرية العظمى، هاي البلاد الغربية، فتشي أكو أرقى من هذا يسموه سماحة، هذا اللي فقط وفقط مثله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومن قبله رسول الله صلى الله عليه وآله في الحكم. سماحة معناته أنه السماحة مو معناته التفريط في حقوق الآخرين، ما يجوز، الحاكم يجب عليه أن يحمي حقوق الآخرين، لا، السماحة أنه هسه قال لأمير المؤمنين ولكم ما يجوز صلاة التراويح، هذه بدعة، رسول الله قال بدعة، فد مجموعة قليلة، زمرة قليلة قالوا واسنة فلان، أمير المؤمنين قال روح صل، روح صل، روح صل، دين هذا يعني خرق للدين، وهو الحاكم، هذا خرق لقانون الدين، قانون السماء، مو مهم، ما دام مجموعة عندهم نزعة إلا يبون يسوون هذا الشيء، روح 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 سوي. شوف شوف السماحة شقد مهمة، أهم حتى من الدين. الحاكم الديني أقول طبقه فقط أمير المؤمنين، ما دام ما يضر الآخرين، هذول هذا ضرر على الدين، ضرر على تعاليم السماء. رسول الله صرح أن صلاة التراويح بدعة، مجموعة خمسة أو ثمانية، مو أكثر، مو مظاهرات 200,000 يطلعون، مجموعة. بعض أوقات تصير مثلا حكم شعبي، يصير إنسان الحاكم يضطر، لا، مجموعة زمرة قليلة إلا يريدون يصلون، أمير المؤمنين روح صل، هذا شوف هاي السماحة. أعطينا مثل العلم اللدني، السماحة لدنية أصلا، فشي صعب ما يمكن تحصيله. كن سمحا مع أهلك، كن سمحا مع أولادك، كن سمح. سماحة يعني شنو؟ يعني يدوس على القانون، معنات السماحة هذا، طوفها، يدوس على قانون اللي أنت وضعته 100 مرة 1,000 مرة، تقول لفلان طفلك لا تسوي، يسوي، ما يخالف، مرة مرة مرتين أخذ إذانه شوية وفركة، دير بالك لا يصير شدة وبعدين لازم تطي ذهب،
بعدين توكل على الله، بتوكل على الله، الله إن شاء الله يربي. هذه أهم المعايير الإنسانية. إحنا دائما والله العظيم دائما نحاسب الآخرين بالمعايير وبالقيم وبالكذا، وإحنا نفسنا شنو نفلتيها دايس بنزين، كل شيء تريد تقول قول، وإن الفرد الآخر شنو تطلع ذرات كذا ماله. هذه كارثة والله العظيم، أكبر كارثة إنسانية. ما دام طرفك رجل مؤمن، مؤمن بالنتيجة، المؤمن مو معناته مؤمن يعني يكون سلمان الفارسي. منو قال احنا وين يحصل سلمان الفارسي؟ ابنك، زوجتك، زوجك، اقربائك، ارحام وغير الارحام، خو ما يطلع سلمان الفارسي خلاص لانه ما طلع. فاذا هذا كفار اشر، العن ابوه وسلقه وطيحه وسقطه، وبعدين انشر كل غسيلة على العالم خلي يسمعون شنو هذا؟ والله شنو؟ قيامة قامت؟ الله جاي؟ وين الله؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، عبالك قيامة أكو؟ أكو حساب كتاب؟ إحنا بالدنيا اليوم عمل ولا حساب. الله يقول لا حساب، أنت تقول لا حساب. ليش تحاسبني؟ هذا خلاصة الكلام. والتاريخ حقيقة تأكيد شديد، روايات كثيرة، اقرأوا الروايات. فد واحد واذكر في الكتاب إسماعيل، اذكر يا رسول الله إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. إسماعيل مو إسماعيل ابن إبراهيم، هذا واحد آخر يسموه إسماعيل صادق الوعد. اتفق مع شخص في قرية، كان نبي، كان هذا الشخص نسى 3 سنوات، اجى على موعده وقف هذا إسماعيل وما تزحزح، بقى هناك في القرية يهدي الناس، يباشر رسالته، مو أنه يتعطل. 3 سنوات اتفق، بعد 3 سنوات هذا الشخص صار لمرور على القرية، شاف إسماعيل قال له ها شنو هنا؟ قال أنا كان عندي موعد وياك 3 سنوات. هاي رواية، هاي مو قصة. واذكر، اقرأ في تفسير هذه الآية، واذكر يا رسول الله أنت تجيب اسمه هذا. هاي قيم، أنك أنت تنتظر الآخرين ولو كان ساعة قعدت ما صار شيء، بس يجي تسوقه كذا ما صاير شيء، فباشر تروحون مع بعض. هسا 10 دقائق وقفت، ربع ساعة بالشمس وقفت، والله ما صاير شيء. شنو صاير هسا؟ اتحمل، لا تحاسبه. أكو بعض الناس مو منظمين، كل موعد ما يجي على الموعد، ما يخالف. هذا هو، أنت كن منضبط. أنت إذا تكون حقيقة قيم أكو، أنت انضبط 5 دقائق 10 دقائق قبل الموعد تعال. في 200 مرة هم إذا طرفك خالف الموعد، أنت التزم بالموعد، أنت قبل الموعد تعال، أنت قبل الموعد تعال ووقف قبل الموعد. وذاك صاحبك أبدا لا تحاسبه، و200 مرة ولا تقول له، لا تقول له أصلا، خلي الله يحاسبه. قلت باب التربية موضوع خاص، أنا أخشى أنه يحصل خبط. هذا الطابع العام، هاي أخلاقيات الإسلام، هذه أخلاقيات الإسلام. اقرأ تاريخ الأنبياء، اقرأ تاريخ الأنبياء، اقرأ تاريخ الأئمة عليهم الصلاة والسلام. هذه تربية من بعد شهر رمضان حقيقة أهم شيء شيئيا. آية أخرى أكو، هذه الآية واذكر في الكتاب إسماعيل في سورة مريم، أكو آية أخرى وإسماعيل واليسع أظن وذا الكفل، هاي آية أخرى. ذا الكفل منه؟ ذا الكفل، اقرأ قصته، قصته كلش جميلة. يقولون نبي من الأنبياء عندما أراد أن يموت، الله تبارك وتعالى قال له أنا أريد أخذ روحك، استخلف لنفسك، بس منو منو؟ لا تخلي الخليفة كل واحد. فالفرد اللي تجتمع فيه 3 عناوين، أولا يكون يعبد في الليل مو هالشكل ينام، ثانيا يصوم، ثالثا يعني في النهار، ثالثا يكون صابر. فأجى وقف بين الناس قال منو يعطيني ضمان
في هذه الثلاثة، قام شاب تزدريه الأعين، يعني شاب رف الثياب العين تستحقره تزدريه الأعين، قال أنا واحد نفر واحد والباقي ما أنطوا ضمان، ما يقدر الإنسان يصبر، فوصى به وثم مات. هذا صار نبي، هذا ذا الكفل. القرآن يقول أكو خلاف أن ذا الكفل نبي ولا، على كل حال صار نبي. إبليس إجا أول يوم، إجا من الصبح الصبح صايم، الظهر النهار صايم، بالليل هم مشغول بالعبادة، بس خلى عيونه شوي غفى، إجا طرق الباب ضاق ضربه، وهم ما عنده حاجب، تدرون الأنبياء ما عندهم حجاب حاجب وكذا، ضرب الباب فزة خطية. الإنسان التعبان إذا تريد تشوف غضب الإنسان، أفضل معيار لتشيك الإنسان في الغضب هو فترة النوم، خليه يفز، هذا يبين إنسان غضوب يحلوم. ضرب الباب صاحبي اجي خطية مسكين تعبان هلكان، طول النهار يقضي بين الناس، الآن توه نايم. إبليس ملعون تشكل بهيئة شايب، رجل شايب، قال له أخذ لي بحقي، فلان ظلمني، تعال اطلع نص الليل وياي نروح على، قال ذاك نايم يمكن كذا فلان، قال ما يخالف هذا حقي، كذب كذب. قال له روح قل له خلي يجي نبي الله يريدك. راح إبليس ملعون عمدنها، راح خلاه رجع شوية شوية، أخذته يعني تدري حماس صار نومه طار، ورا نص ساعة ساعة شوية شوية توه يبي يغفي، مرة ثانية يجي رقع الباب، قومه من النوم، قال له رحت قلت له يجي، قال ما أجي. النبي هذا طلع محبسه، قال له شوف هذا المحبس كل العالم يدرون أن هذا محبسي، أخذه روح انطيه، قل له هذا علامة أن النبي يبيك، نبي هذا نبي الله يأمرك تعال، انطاه، ما قال ما يخالف، هدى إبليس عد رجع خلاه مرة ثانية، خلاه شوية شوية يهدى، هو يدري إبليس يطلع بعد إلى أن نام. مرة ثانية إجا شوف إجا قال له ما يقبل، ما يقبل منك هذا شو اسمه راويته وما يقبله، مسكين النبي لبس بشته، يمكن بشت ما أدري بشت، قال يلا ما يخالف، هو مسكين ما يقدر يمشي، قال يلا تعال نروح، وين نروح، وين هذا حتى أخذ الحق لك، وماكو قضية حقيقية، قضية كذب. إبليس تفشل، قال لا ماكو أحد، يلا أرجع رحنا. إبليس شاف هذا ما يفيد وياه أصلا، ما يغضب، أما أنه الإنسان يقول له آخر أنت آدمي ماكو وقت، أنا تعبان هل كان، ماكو معايير، ماكو الشكل، مرة مرتين اعتداء، 100 مرة، لازم الإنسان يتحمل يصبر. هذه أرفع القيم، أرفع القيم، أن لا تجيب القيم في التعامل بيني وبينك، خليه لك، خلي نفسك القيام. هذه إحدى الدروس التي يمكن استفادتها في هذا اليوم الفضيل وفي هذه المناسبة العطرة، أعادها الله عليكم وأبقاكم الله لأمثالها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر.